بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وعلى سيدنا محمد أفضل الصلوات ورضوان الله تعالى على صحابته الأطهار الثقات الذين نقلوا لنا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عاشوها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نتابع الحديث في حديث بيعة صادقة، مضمون بيعة العقبة الثانية الذي ابتدأه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهي عن الشرك. وإن تحدثنا عن الشرك فهو أمر عظيم، قسمه أهل العلم وأهل الفضل إلى شركين، شرك أكبر وشرك أصغر. أما الشرك الأكبر فهو ظاهر، أن تجعل لله نداً، أن تجعل لله شريكاً في خلقه، في قدرته، في عطائه، في رزقه، في ضره ونفعه، هذا الشرك الأكبر. أما الشرك الأصغر وهو ما يكون باطن وخفي، وهو ما يعبر عنه بالرياء، أن يفعل الإنسان طاعة ظاهرها طاعة صلاة صيام، ولكنه يبتغي بهذه الطاعة ثناء الناس ولا يريد بها وجه الله سبحانه وتعالى، فهذا هو الشرك الأصغر، الشرك الخفي، الرياء. نسأل الله يعيذنا وإياكم منه. نتابع الحديث في بعد البنود الستة لنصل إلى الشطر الثاني من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول: فمن وفى، أي من ثبت على العهد، انضبط بهذه الشروط التي عاهد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن ثبت منكم يا مؤمنين في كل وقت وفي كل زمان على هذه الأمور، لم يشرك، لم يسرق، لم يزني، لم يقتل، لم يأتي ببهتان، لم يعص في معروف، فهذا الإنسان ثبت على هذه الأمور فأجره على الله، لا يعلم القدر والكم الهائل من الأجر والثواب الذي أعده الله له لأنه ثبت على هذا الأمر، فأجره على الله. إذن هذه الحالة الأولى، إذن فمن وفى فأجره على الله، هذا ثبات على العهد، الأجر على ربنا سبحانه وتعالى. ننتقل إلى الحالة الثانية، ومن أصاب من ذلك شيئا، يعني وقع في السرقة، وقع في الزنا، وقع في القتل، هذا الإنسان أحكام شريعة الإسلام جعلت له طريقا حتى يتخلص من هذه الخطيئة. لو أن إنسانا سرق فأقر واعترف أمام القاضي فعاقبه القاضي في الدنيا قطعت يده، لو إنسان زنى إن كان محصنا رجم حتى الموت، وإن كان أعزبا جلد 80 جلدة. هذا الإنسان غير المحصن أقيم عليه الحد، هذا الإنسان السارق أقيم عليه الحد، هذا الإنسان الذي افترى أقمنا عليه حد الافتراء 80 جلدة. هذا الإنسان عوقب في الدنيا، اسمع إلى كرم الله سبحانه وتعالى، فيقول النبي: فهو كفارة له، أي يوم القيامة لا يسأل عن هذه الجريمة، يعني تطوى من وتمحى من صحيفته لأنه عوقب عليها في الدنيا. إذن ومن أصاب من ذلك شيئا فهو كفارة له، أي وعوقب في الدنيا، إذا أخطأ إنسان فعوقب في الدنيا فهذه العقوبة هي كفارة له، لن يسأل يوم القيامة عن هذه الخسارة التي فعلها. إذا هذه الحالة الثانية، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله، وقع في سرقة سرق ابتلاه الله بهذه البلية ثم راجع نفسه، أو هذا الإنسان مات ولم يحاسب على هذه الجريمة، زنى ولم يحاسب على جريمة، لم يعاقب في الدنيا وهو مات وهو مستور بستر الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يديم علينا ستره وأن يعفو ويغفر لنا ولجميع المسلمين وأن يتوب علينا ويهدينا إن شاء الله. إذن ستره الله، هذا الإنسان أخطأ خرج من الدنيا وهو محفوظ بستر الله سبحانه وتعالى. هذا يوم القيامة أمامه طريقان، الطريق الأول العفو والمغفرة، الطريق الثاني العقوبة. لو تأملنا في آيات القرآن الكريم وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، الإنسان الذي يندم ويقلع عن الذنب ويتوب ويستغفر ويعود إلى الله ويؤوب ويندم على ما مضى، هذا الإنسان يوم القيامة يكون أقرب إلى عفو الله. وهذا الذي يخاطبه ربنا في الحديث العظيم: ما سترته عليك في الدنيا إلا لأغفره لك في الآخرة. الإنسان الذي أقلع عن الذنب، والإنسان الذي تاب وصدق في توبته وأعاد الحقوق لأهلها بطريق مباشر أو غير مباشر، هذا الإنسان عاش بستر الله، ولكنه عاش في الدنيا تائبا، عاش في الدنيا منيبا، أواها، مقرا، معترفا بذنبه. هذا الإنسان أخطأ وستره الله، فهو يوم القيامة أقرب إلى عفو الله. أما إنسان سرق واغتنى وأصبح معه مال، أقام شركة وأصبح يتاجر ويبيع ويشتري، وغارق في شهوة المال، غارق في شهوة السلطة، بعيد عن الله، لا يتوب ولا يقر بهذا الذنب، فهذا الإنسان يوم القيامة إلى ماذا أقرب؟ أقرب إلى عقوبة الله، لأنه لم تظهر منه بوادر
بوادر الندم، بوادر التوبة، بوادر الإقلاع. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقبل التوبة عن عباده إذا تابوا وأقبلوا. فخلاصة القول أن ربنا سبحانه وتعالى من التزم بأوامره في الدنيا لا يعلم الأجر الذي أعد له يوم القيامة إلا الله، والذي وقع فيها وعوقب في الدنيا بشرع الله سبحانه وتعالى بإقامة الحد عليه هذا ينتهي أمره في الدنيا. يعني سيدنا ماعز أقيم عليه الحد في الدنيا انتهى أمره، يوم القيامة صحيفته بيضاء. المرأة الغامدية التي زنت أقيمت صحيفتها يوم القيامة خالية من أي ذنب أبدا أبدا. طيب الحالة الثالثة، من وقع في المعصية، وقع ففي الخطيئة، ولكنه عاش مستورا بستر الله ولم يحاسب في الدنيا ولم يعاقب، فهذا يوم القيامة إن سلك في الدنيا طريق التوبة والإنابة والندم فهذا يكون أقرب إلى عفو الله، وإن جاف هذا الطريق وركب حظ نفسه واتبع شيطانه وشياطين الإنس والجن فهذا يكون أقرب إلى عقوبة الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل العفو والمغفرة، أن يجعلنا ممن يثبت على عهد الله، وإن حدثت منه زلة أن يكون مكلوءا بستر الله واقعا في كنف رحمة الله سبحانه وتعالى. إن ربنا على ما يشاء قدير. بهذا ننهي الحديث العظيم، الحديث الشريف، بيعة صادقة، بيعة العقب الثانية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الموفقين المطيعين لله المخلصين في طاعتنا. إن ربنا على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.